السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي، والنهاردة فيديو جديد هنعمل فيه حاجة كلنا بنعشقها ومفيش اكلة تحلى من غيرها. هنعمل مع بعض المخلل المشكل السريع اللي هيستوي معاكي في 3 ايام بس. شايفين شكله جميل قد ايه؟ شكله روعة وطعمه مفيش احلى من كده. ايه رأيكم؟ ان شاء الله طريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة وهتطلعي نتيجة روعة. يلا بينا بقى علشان نشوف مكوناتنا ونشوف طريقتنا. وادي الخضار اللي هنخلله النهاردة. عندنا قرنبيط متقطع صغير، وردات صغيرة كده، وجزر، تمام. عندي فلفل احمر سليم، ده عشان هنفرمه. ومعانا كمان خيار، فلفل اخضر، فلفل احمر متقطعين ترانشات، ولو متوفر في السوق لفت تقدري برضو تقطعيه وتحطيه معاهم. في البداية هنغلي مية، تمام، وهنفضيها على القرنبيط. ضروري جدا القرنبيط يتنقع في مية مغلية مدة 10 دقايق. انا هغطي عليه الطبق علشان احفظ الحرارة. كده حطينا الفلفل الاحمر والاخضر، وادي الخيار، وادي الجزر، تمام. هنقلبهم بقى مع بعض زي ما قلنا، لو في لفت تقدري تحطيه زي الفل. تعالوا نعمل بقى الدقة الحمراء اللي بتبقى على المخلل وبتخلي شكله حلو وطعمه كمان حلو قوي. هحط حوالي 4 فصوص توم على حسب حجمهم، تمام، وفلفل من الاحمر، ببذره بقى بكله. كده تمام، عملنا هريسة حمرا اهي هايلة جدا. القرنبيط اهو بعد ما اتنقع في مية سخنة حوالي كده 10 دقايق، ما تكتريش عشان ايه، عايزينه يبقى لسه فيه قرمشة، بس عشان نتخلص من الطعم لو احنا خللناه من غير ما نحطه في مية مغلية، واحنا بنكله ونحس ان هو بيزيق كده وصعب شوية. فكده افضل ان احنا نقعه في شوية مية مغلية حوالي 10 دقايق. خلاص حطينا القرنبيط، تمام. يلا نقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، تمام. ده الخضار بتاعنا. هنجيب بقى برطمان على قد الكمية ونبدأ نحطه فيه. شايفين الجمال ده، شكل الخضار وألوانه يفتحوا النفس. هنبدأ بقى نحط الخضار بعد ما قلبناه عشان يبقى البرطمان فيه كل المكونات. خلاص عبيت الكمية كلها في البرطمانات، تمام. هبدأ بقى أجهز المية اللي هنخلل فيها أو المحلول اللي احنا هنخلل فيه، ولازم المية تكون سخنة طالما محتاجين ان هو عايزين تخليل سريع، تمام. كل 4 كوبايات مية هحط لهم 5 معالق كبار من الملح. ادي 2 3 4 كده، ده لتر مية. احط له 5 معالق كبار من الملح. 1، شايفين المعلقة مليانة ازاي؟ 2 3 4 5. واحط 2 معلقة كبار من الدقة او من الفلفل الاحمر اللي احنا فرمناه مع فصين الثوم. حط برضو 2 معلقة كبار واقلبهم، واجيب لهم كمان 1/2 كوباية من الخل، واحط 1/2 كوباية خل. كده الخليط جاهز معانا. هضيف له بس 2 معلقة من الكزبرة الناشفة و2 معلقة من الكمون علشان تدي طعم حلو قوي للمخلل. كزبرة حب وكمون كمان من الحب. قلبنا كويس قوي، الملح داب خلاص. يلا بقى نعبي الكلام ده كله على الخضار اللي احنا حاطينه في البرطمان.
المية السخنة هتعجل بتسوية المخلل. عايزين تاني هنعمل تاني بنفس الكميات ونضيفها برضو على البرطمان لغاية ما نملاه ونغطي الخضار كله بالمحلول الملحي. يلا نكمل زي ما عملنا المحلول الاولاني، هنكمل بنفس المقادير لغاية ما نغطي كل الخضار بس كده زي الفل. تقدري كمان تحطي شوية من الكرفس برضو، بيدوا طعمه حلو قوي قوي للمخلل، ما تكتريش، شوية صغيرين. ممكن كمان نضيف حبة البركة لو انت عايزة. وادي شكل المخلل بتاعنا، شايفين شكله جميل ازاي؟ طعمه بيبقى تحفة جدا. هنغطي بقى، هنسيب المخلل بتاعنا 3 ايام، ما نفتحش عليه غير بعد 3 ايام هيكون جاهز معانا مستوي وجميل جدا. عملنا مخلل مشكل، بصوا ايه الجمال ده، تحفة جدا. وادي المخلل المشكل بتاعنا بعد ما عملناه، قفلنا البرطمانات كويس قوي وهنسيبها حوالي 3 ايام تمام، هيطلع معاكي ممتاز جدا ومستوي في منتهى الجمال. عملنا برطمان بحبة البركة وبرطمان من غير حبة البركة، يلا بقى جربوه قولولي رأيكم ايه، ان شاء الله يطلع معاكم جميل جدا جدا. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة، فعلي الجرس كمان عشان توصلك الفيديوهات اول باول. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.